كنا قلقانين، كل البعثات كانت قلقانه، قلنا الموضوع هيتلم او هيحصل اي حاجه تدخلات او اي حاجه هتحصل ان لا منتخب توجو هيكمل والبطوله هتبقى عاديه. فلا مع الوقت، الوقت بيعدي، لا منتخب توجو سافر خلاص مش موجود، فكان امر واقع. فكلنا قلقنا، كنا عايزين حاجات تطمن اللعيبه والجهاز او البعث او السفاره، كان كله بيحاول يطمن كله يعني، كلنا عايزين كبعثه قاعدين مطمنين. السفاره طبعا والجهاز الفني واللي كانوا مسؤولين عن المنتخب في الوقت ده كان كل شغلهم انهم يحاولوا يوصلوا للبعثه لا اطمنوا ما فيش الكلام ده، دي حاله طارئه كده والمواضيع فيها امان يعني. والحمد لله قد كان يعني، والبطوله كملت وكسبنا البطوله كانت ايام سعيده بصراحه.